بناء على معلومات وردت الى مصالحنا بالفتره المتنقله للشرطه القضائيه بان ولايه جيجل افادوا قيام 3 اشخاص بترويج اوراق نقديه مزوره. مصالحنا بشرت تحرياتها في الموضوع، اين تبين المشتبه فيه من حذرون من احدى الولايات الداخليه، وبخطه محكمه تم توقيفهم بالمدخل الغربي لمدينه جيجل وهم على متن مركبه سياحيه. بعد مراقبه المركبه والتلمس الجسدي للاشخاص الذين كانوا على متنها، تم العثور بحوزتهم على مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يفوق 80,000 دينار جزائري، ومبلغ آخر يقدر ب 66,000 دينار جزائري كعائدات ترويج الأوراق النقدية المزورة. استمرارا في التحقيق بعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم بناء على إذن بالنيابة، تم حجز وسائل مستعملة في عملية تزوير الأوراق النقدية متمثلة في طابعة وآلة قص ورق